Thank you.
أولاد الحلال حلال. ميتين ألف ما تجيب
الله يجيك ضيف البلد حتى تقتلوه. من طلع قال الله يسهل حطوا له اليوم مقع على القدام. انت كي يجيك ضيف سلطان ولا تمشي في لابيس. احنا العرب ديالنا ما عندهمش لالي بيه. عندي الكوال تسمى تي ان في تي قرصان دي تي فيا. زاد دو بكوتلات. صح. هذا ما نلمحه ما جيت.
هذه القعدة اليوم والحطة ديالنا كي تقول هذاك الشيخ تاع الجامع هذا واحد الشيخ تاع الجامع قال لك يخطب حنا درس من الناس اما انا كاين واحد اسمه ابراهيم واحد اسمه موسى واحد اسمه محمد القاسم هذا ابراهيم يجيب له الحوايج للشيخ تاع الجامع يكفي واه وهذا موسى هدايا يجيب له الفطور الماكلة ومحمد القاسم هذا قبيلي تسمى والو يجيب له يعطيه الدراهم بلا كل ما يكون يدرس لهم الشيخ يحكي عليه يقول لهم يا ودي وابراهيم وابراهيم وموسى وينسى محمد القاسم قال له كيفاش؟ قال له ابراهيم يعطيك الدراهم يجيب لك الماكلة وموسى يجيب لك الفطور وانا الصح اللي نعطيك الحدايد ما تجيبش عليا قال له يا ودي هذه ما كانش في الآية واحد قصر يقرب الشيخ مصطلي عند واحد السجرة تحت الزيتونة متكي دخل عليه بلا هذا وقيل ما قصر الشيخ هذا كي مع الله مصطلي لك الشيخ فاتي قيد هني صعب عاود غفرنا ولا كيما كان زمان او معاد بلا ويخطب لهم يعني الحق ديك الآية وابراهيم وموسى ومحمد وقزي ما الناس نخلوها قالوا كيما الشيخ خدت نقد يعني ما كانش الآية ومحمد وقزي قالوا ما الآية طحت عليا تحت سجرة تاع ثم كاع غادي تصلي يكون عندنا الايمان ديال رب العالمين كاع ربنا تحبط لنا البيتا تاع جبرائيل باللونغوس هذا شو غير البوكا الشوكا قدها بديت لك القريبة وهذا شو لونغوس باش ما تحس انك شوكا الشوكا تبين عن الحب سبع الاف ميتين الروجي تمام تبين لا يصير يعطيني الروجي حتى تسمع التقديم الروجي بيع فيها ريحة قال انا اللي وليت روجي كونوني خلاص بوزلو شي خلاص بوزلو خاطي باكو بوزلو كي تحل الباكاج تاعو دي ماطي تبقى شوف يا خو كوني دي كابوطا دوي خويا جا سلطان خاطي لا نحت بوزلو ولا قلا السبيطة في يديك النعاس ينحب لك الوضع. أنا عبد الله خالف القزر واش راك تحوس خو ما كاين والو. باش هنا طارق سعيد طارق هذيك طارق. ما يجيك مينيس ولا كذا على بالك مينيس ولا طبع قال مالك تقول مانيش من هنا. ما تليح خويا ما انا ناكلو البنات. ما ولا طبي بوسونا. ويجيبوا لنا الكاط والحليب الانجليزي ولا كرسي مصالح شي يقتل ربو يعطيه فيكورا والله ما زال في المعركة ويقول له كتب تاسي العدس يجي لك زاد انت الحوز ما يتحيد لك فينا لا دخل لا دخل انت بس قاعد يديك العدس ما في كيف بدأت ودي فقرة عاد تنبح هذه وانت تشوف خطر تلحق عباس يجي حتى قال ما تبش ولا انت ما يجي يا مصطفى وين امك سوق الكوب يجيك يا اخي تبغى ما تطلعش عليا يعني يخلبوا منك بدعنا وعلينا احنا يخزر فيك ديجا من قلعه نبدا مع صاحبه انا ربي تسوان ربي تسوان يعني يوم من العمليات كي تسجي بزاف غير تاشيات كل ما تشوف نقول لك ضرب اربعة ديما بوعلان بوعلان شكون يزيد لك ثلاثة بوعلان
كلامك يا وليد. لا كان بعد حالك سبيرا. لا 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 ما نشوفهم ماركو ديول عند حبات ما صليت لي. احنا فيك شو واحد يقول عاشق ذاك اللي يجيب الكلام الحوم تنام الحاجه وين المجراب اللي كان يفي عفو نادي الصوره شي واحد قال لكم سامحوا نوضوا الخدمه احنا نروحوا هما كل فيديوز على حده تعطيه دو بوينت يصدم طو كان يزكي يخدموا به الانجليز يعرفوا بغيت يكونوا نالوا الانجينير وما كانش يجوز واحد بالموتور خطا ما زيد تشوفه دي سطابي حتى لي سكي الطلوبي لي دي سكي لي سكي صاحبو الحسن لي وحدات علي يا ابو الخاسر تحت تغلق تواقيت موت سخانة دوني لها تغلق تواقيت موت اسفيكسي تحن هم تهبل واحد يسق من شت الدم لي يشد من الموتور تاع فوق بلا حتى ما تعلي وين موت الموتور هذا واحد الشيخ يدن في الحومه تقول يضرب له موتور يا ربك يزمك صوت الشباب باش ما تقتلش الناس كي تسمع الاذان تجمع تطيح لك هذا تسمع الاذان تحب تولي ماركيزان تحب تقتل فيه الغرامات يا رب لا ما على بالك يهولك وبالعالم ينوضي ويزيدوا الميكرو لأنه واحد الميكرو في الأمة كيف تقاسحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلت لهذا قلت له اسمع إنساني